كمال بيه، انا معايا رقم الحساب اللي اتحول فيه 13 مليار. الحساب ده انا اتكلمت عنه في التحقيق بتاع سنه 2007، ومعايا كمان المستندات باسامي الناس اللي هربوا الفلوس دي من البلد وجمعوها في الحساب ده. ايه بتفكر فيها يا كمال بيه؟ طبيعي اني افكر في ان هناخد الورق اللي معاك ده ونبعت حد يراقب الحسابات دي ونشوف مين اللي بيسحب منها، وساعتها نقبض عليه متلبس بمساعدة الانتربول. كمال بيه، انتوا عايزين تاخدوا الورق مني؟ ده طبيعي. انا اسف واعذرني يا كمال بيه. عذرك حقيقي، عذرك اللي حصل لك يخليك ما تثقش في اي حد. عمر، ايه رايك نبعتك انت تراقب الحسابات دي؟ ازاي؟ ده انا ميت. سهله، هنعمل لك اسم جديد باوراق جديده، باسم مثلا واحد من اللي معاهم تفويضات، محمد مطر مثلا. يعني انا هعيش على اني محمد مطر لفتره مؤقته لغايه ما نمسك الفاسدين دول، واول ما نمسك الشبكه دي حياتك هترجع لك، وهترجع لك احسن مما كانت. على فكره يا عمر، لو ما وافقتش انا مش هبقى متضرر، وانا ما قداميش حل تاني غير كده. يعني موافق؟ ارجوك جهز لي الورق وبسرعه. كل اللي لزمك موجود في اوضتك، اكل وشرب وهدوم، ما تحملش هم. ساعتها وانا مرعوبه، واحده زي مرات محمد مطر دي حياتها اتقلبت. اتقلبت ايه؟ حياتها اتدمرت لمجرد ان جوزها رفض يخالف ضميره. ايه الظلم ده؟ ايه القسوه اللي احنا عايشين فيها دي؟ هو انا مش من يومين قلت لك كفايه لحد كده؟ ومفيش داعي نتورط في حاجه ممكن تاذينا؟ ابتديتي تغيري رأيك. بالعكس، أنا بقيت خايفة أكتر، بقيت عايزة أبعد أكتر مع كل الناس اللي بحبهم وبخاف عليهم. أنا مع كل حاجة جديدة بعرفها عن الموضوع ده بحس إنه مفيش فايدة. المرعب إن مرات محمد مطر كانت بتفكر زيي، كانت عايزة تاخد جوزها وابنها وتبعد بعيد، لكن للأسف لقيت نفسها ماشية في نفس الطريق اللي دمر لها حياتها. ما أنا قلتلك إننا أحياناً بنضطر نكمل لغاية الآخر. عشان نعمل إيه؟ عشان نصلح إيه؟ عشان نوصل لإيه ولا إيه؟ أنا مش بسألك يا هشام عشان أغلطك، بالعكس أنا عايزة أفهم. أنا وعدت مرات محمد مطر إن أنا أساعدها، لأني ما كانش ممكن أقول لها غير كده، بس في النهاية لازم أفكر ليه خليني أعمل كده لمجرد إن أنا بس أريح ضميري؟ اللي خليني أمشي في سكة وأنا عارفة في نهايتها أذية لينا؟ زياد البارح سألني يعني إيه جاسوس، ولما سألته عرفت الكلمة ديت منين؟ قال إن واحد صاحبه معاه في المدرسة كان مخاصمه ومش عايز يتكلم معاه عشان باباه جاسوس. أنا عارف إنك عايزة تتهربي من المشاكل، بس السؤال هو إيه هي المشكلة الحقيقية؟
تقدري تستحملي ان ابنك يكبر وبابا يتقال عنه كده؟ لو عايزه تحميه بجد لازم نكمل النهايه. مساء الخير. لو سمحت انا عايزه ادخل الفيلم ده. هنا كويس. استاذ عمر، انت كنت عايزني في حاجه؟ انت فاكره ان انت بالشكل ده هتبقي صحفيه كبيره؟ تعملي موضوع فيك، موضوع مش حقيقي وجايبه شويه ممثلين يقولوا اي كلام فارغ، وفاكره ان ده سبق صحفي في الاخر؟ انا ما بكذبش على الناس، وانت عارف كويس قوي ان البنات دول موجودين وان اهاليهم بيشغلوهم في الدعار. لكن مش دول. دول ولا مش دول مش هتفرق كتير، انا مش هعرف اجيب البنات الحقيقيين واعمل معاهم التحقيق. المفروض ان انا اعمل ايه يعني؟ اسكت واطنش وما اعرضش الحقيقه للناس؟ دول بنات عندهم اقل من 15 سنه. سامع انت بتقولي ايه؟ واي كلام فارغ وخلاص بتدافع بيه عن نفسك؟ البنات دول لو حد عرفهم محدش هيرحمهم وهيبقى ذنبهم في رقبتك. انا مش مطلعاهم بوشوشهم ولا باساميهم الحقيقيه، يعني صعب قوي الناس تتعرف عليهم. وبعدين انا ما كدبتش على حد ولا اجبرت حد، اهاليهم نفسهم موافقين وقابضين. ده غش نصب، انت كده بتخدعي الناس. بعد اذنك انا ما اسمحلكش تقول لي كده. كل واحد له طريقته في الشغل وانا دي طريقتي، واستاذ جابر عارف كويس قوي انا بعمل ايه وموافق عليه. ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ سامعه نفسك بتقولي ايه؟ ليه مش عايزه تتغيري؟ ليه بتعندي وبتعملي اللي في دماغك حتى لو كان غلط؟ معلش يا عمر، قصدي يا استاذ عمر، انا حاسه ان كل الحوار اللي انت عامله ده غيره من نجاح، وانا شغلي هو اللي بيعبر عني، ولو هنافس حد مش هنافس غير نفسي. وبعدين اسال استاذ جبر رئيس التحرير، العدد اللي مش عاجبك ده عمل مبيعات في السوق قد ايه؟ وعمل كام شير على الفيسبوك وعلى يوتيوب؟ حد وراكي؟ ما تقلقش، قولي عايزه ايه؟ عايزك تجيبي لي حاجه من مكتبي اللي في الكورنيش. ومين خد اوضتي بعد ما بقتش موجود؟ نهاد. عايزك تخشي المكتب وتجيبي لي جائزه مراسلين بلا حدود اللي خدتها سنه 2006 وتديها لمنى. طب ليه ما تخليش منى تروح بنفسها تجيب الجائزه؟ لازمتها ايه اللفه دي يعني؟ مروح منى للجورنال غير مبرر، ممكن يخلي اي حد يشك وانا مش ناقص. طب هي الجائزه دي فيها ايه؟ وعايز تديها لمنى ليه؟ طبعا مش من حق اسال مش كده؟ ولا من حق افهم اي حاجه. المفروض ان انا انفذ اوامر سعادتك زي العساكر من غير ما اسال. في ايه بس يا رضوى؟ جبر بيدور وراك، عايز اعرف سبب اللي حصل لك، وعارف ان انا بساعدك خلاص. وجي امبارح سالني، او بمعنى اصح هددني عشان يعرف اللي عندي. انت قلتي له ايه؟ وانا عارفه حاجه اصلا عشان يبقى عندي اختيار ان انا اقوله ولا لا. انت مش واثق فيا يا عمر، هي دي الحقيقه. انت بس بتطلب مني ان انا اساعدك لانك عارف ان انا مش هرفض الطلب، بس في نفس الوقت مش عايز اعرف حاجه لانك مش واثق اذا كنت هاذيك ولا لا. ليه واخداها بالشكل ده؟ مش يمكن انا بخبي عليكي علشان احميكي؟ لسه ما عرفتيش في شغلتنا دي معلومات اكتر، يعني خطر اكبر. انت خايف على نفسك وبس ومش واثق فيا يا عمر، هي دي الحقيقه الوحيده اللي انا عارفاها دلوقتي. ماشي، الجائزة دي فيها مفتاح خزنة خاصة في البنك، شايل فيها مستندات خطيرة جدا ومهمة ممكن تخرجني من القرف اللي أنا فيه ده. ومنى هي الشخص الوحيد اللي من حقها تفتح الخزنة دي لأنها هي الوصية على ابني. ارتحتي؟ عرفتي إن أنا بثق فيكي؟ ماشي، بس كان نفسي ما بقاش بشحت الثقة دي. صدقيني يا رضوى، أنا كنت أقصد اللي قلته بجد. معلومات أكتر يعني خطر أكبر. أرجوكي خلي بالك من نفسك. كده انت مش عايزه مني اي حاجه تاني؟ ده الفيديو اللي هم صوره لنا، مفيش حاجه تانيه تخليك تبقي خايفه؟ انت زعلان مني؟ اسر، انت كان لازم تعذرني. سيبك من الكلام دوت، مبقاش ليه لزوم دلوقتي، احنا لازم ما نشوفش بعض تاني. ليه ما نشوفش بعض تاني؟ يعني خلاص مبقاش ينفع. يعني ايه ما بقاش ينفع؟ اسر انا بحبك وانت عارف كده كويس قوي. انا فعلا ما اقدرش اعيش من غيرك، انت ما تتصورش اليومين اللي فاتوا عدوا عليا ازاي. وانا يا نسرين مش عارف مين دلوقتي ممكن يكون بيصورنا تاني. احنا من ساعه ما علاقتنا اتعرفت وخلاص بقى كارت في ايديهم، ممكن يلعبوني بيه في اي وقت. هما مين دول؟ ناس اكبر مني قوي،
وانا مش قدهم. انا داخل على مرحلة خطر قوي في حياتي، ما اعرفش واخدين لحد فين ولا حتى عارف فين نهايتها، وكمان اللي حصل بيننا المرة الاخيرة يأكد ان احنا ما ينفعش نكمل مع بعض. حبيبي انت كان لازم تعذرني، انا كان بيتي هيتخرب. وعشان ما تفضحيش لازم كل واحد فينا يروح لحاله، وانا كمان محتاج اعيد حساباتي وافكر بطريقة جديدة. عشان كل ده يحصل انا لازم اقفل كل دفاتري القديمة عشان اعرف ابدا صح. دفاترك القديمة؟ وانا خلاص بقيت من دفاترك القديمة؟ لا يا بيه، فوق مش سهل قوي زي ما انت متخيل. انت عارف انا ممكن اعمل ايه لو سبتني؟ مش تعمل اي حاجة، وانت عارفة ده كويس. من ست متجوزة وعندك ولاد كمان بتخافي من الفضيحة، مش ده كلامك؟ سليم احنا لازم ما نشوفش بعض تاني، وعشان خاطري تعالي نخلي النهاية ما بيننا ألطف من كده. سلام. أدخل. صباح الخير. صباح الفل يا قمر، أهلا وسهلا. اتفضلي معايا. بصي ده جبنه بالخيار وده جبنه رومي، تحبي تاكلي ايه؟ سبقتك خلاص. الف انا امرين يا حبيبتي. بصي بقى يا ستي، انا عايزاكي ترتبي لي ميتنج مع محررين الرياضه والفن، عايزين نعلى بالصفحات دي ونطورها. تحب الساعه كام؟ ممكن الساعه 5 يبقى كويس قوي. كويس جدا. انت طبعا كمدير تحرير للجورنال لازم يكون لك البصمه بتاعتك، بس خلي بالك مشيره اللي ماسكه صفحه الفن مش سهله خالص. انا شايفه برضو ان انت حطيتي البصمه بتاعتك في المكتب. تصدقي اول مره اجيلك هنا بعد ما بقى مكتبك؟ اه طبعا، ما انا لازم احط التاتش بتاعي على قد يعني. امال فين الحاجات اللي كان راسسها عمر هنا الله يرحمه؟ كان حاطط كتب كتير وجوائز كده. بصي انا لميتهم في كراتين لحد ما نشوف هنوديهم فين ولا نسلمهم لمين. ووديتي الكراتين دي فين؟ اعتقد ان مرزوق هو اللي شايلهم، بس ان شاء الله نفسك بالموضوع ده ليه؟ يعني اصل عمر الله يرحمه كان فرحان قوي بالجواز بتاعته دي، سبحان الله في الاخر هي بقت مجرد كراكيب مرميه في كراتين. يا ستي سبحان من له الدوام. خلاص ما تنسيش ترتبي لي الميتنج بتاع الساعه 5 ده. انت تؤمر يا قمر. باي باي. ايه مرزوق؟ حاضر حاضر. لا 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 من غير اي حاجه، انا تحت امر حضرتك. هي دي يا سليم. تمام سعادتك تأموري، مع السلامه. صباح الخير. صباح النور. سبحان الله لسه حالا كنت هجهز لحضرتك القهوه. هي اللي كانت بتكلمك دي نهاد؟ ها؟ طب اسمع بقى. ايه مالك مبسوطه كده ليه؟ هو انا لو زغرطت هبقى بيئه قوي؟ اه طبعا هتبقى بيئه، احنا في جورنان يا بنتي. ايه عايزه زغرطه ليه؟ هينزلوك تقرير؟ انا هروح النهارده مع الاستاذ جبر نعمل حوار مع وزير الاسكان، تخيل؟ فعلا؟ اه والله مش مصدقه. خلاص بقى انت مش محدثه حوارات كده. بعدين ده وزير الاسكان يعني هراشه مش الامله يعني، ده ما حدش يعرفه. وزير ايه بس؟ انا مبسوطه ان انا هنزل حوار مع الاستاذ جبر شخصيا. لا يا ما اسمهاش هنزل مع الاستاذ جبر، انا مش عايز احبطك. يا اسمها هفرغ الحوار اللي هيقوله الاستاذ جبر. وانا هفرغه بس؟ لا مش بس قوي يعني، هتفرغيه تصغيه كويس عشان خاطر ما الاستاذ يجي يقوله يقوله حلو، لكن تقعدي مع الضيف بقى وتتكلمي معاه وعرفنا من مصادرنا والجو ده مش موجود. طالما الرئيس موجود هو اللي بيحاور هو اللي بيسوق. بس برضه دي حاجه كويسه، كويسه جدا صح؟ كفايه ان اسمي هيتكتب جنب اسم الاستاذ جبر. ولا اللي بيفرغه اسمه ما بيتكتبش؟ لا بيتكتب وبينزل كمان، بس بينزل ببونت صغير كده على الجنب. وعادته للنشر رشا العطار. حلو عادته. حلو حلو. هو الميعاد امتى؟ كمان ساعتين. يا لهوي ايه وانا هروح كده؟ ماله كده؟ مش عامله شعري ولبسي، انا هروح للوزير كده. رشا انت رايحه حوار يا ماما مش رايحه حفله. برضو هبقى واجهه يعني، هروح مع الاستاذ جبر للوزير كده. بقول لك ايه، لا تروحي ولا تيجي، انت زي القمر كده. انت شايف كده؟ بس انت شكلك مش مبسوط ليه؟ لا طبعا مبسوط، كفايه ان انت مبسوطه، بس انا مش عايز الحماس الزياده ده. مش تفريق حوار للاستاذ هو اللي هيعمل منك صحفيه جامده، فاهماني؟ اه عارفه وفاهمه،
بس برضو فرحانة، فرحانة قوي. يلا باي باي. باي. هي دي يا أستاذة؟ اه هي دي. زي ما اتفقنا؟ طبعا يا أستاذة أنا خدامي. ماشي. مش هنشيل المحاليل قبل 24 ساعة، وبعد كده لو دكتور حسين شاف أي حالة أنا متابعاها لازم يرجع لي الأول، مفهوم؟ مفهوم يا دكتورة، بس هو كان قصدي يعني. خلاص يا نادي، خلاص. حاضر يا دكتور. ألو؟ أيوة أستاذ ضياء. منى، إزيك؟ إعلام الوراثة طلع. طب كويس، أنا متشكرة قوي. هقدر أعدي عليك إمتى أخد الورقة؟ في أي وقت. مكتبي مفتوح لحد 12 بالليل. حتى لو أنا مش موجود هسيب لك الورقة في السكرتارية. ربنا يجعله آخر الأحزان. إن شاء الله. أنا متشكرة جدا. مع السلامة. لسه مكلمني وقال لي خلاص اجراءات الوراثه خلصت. طب هايل هايل. طب قولي بقى اجيب لك الفلوس فين بسرعه؟ وانا بصي سيبك من موضوع الفلوس دلوقتي، في حاجه اهم. حاجه ايه؟ رضوى هتكلمك النهارده او بكره كده وهتديكي مفتاح مهم قوي. منى انت معايا؟ معاك يا عمر. المفتاح ده بقى بتاع خزنه خاصه في البنك، هبقى اقول لك اسم البنك بعدين. اول ما تاخدي المفتاح هتروحي تجيبي كل الاوراق المهمه اللي موجوده في الخزنه دي وتكلميني علشان اقول لك بالظبط هاخدها منك ازاي. طيب يا عمر. معلش يا منى انا اسف، انا تعبك معايا قوي. عمر انا ممكن اسالك سؤال؟ المفتاح ده مع رضوى ليه؟ نعم. مفيش مفيش، انا اول ما يبقى معايا الورقه هكلمك على طول. مع السلامه. اخر حاجه كنت اتصورها إن منى لسه بتكره رضوى. إحنا ممكن نعمل حساب كل خطوة بالملي في أي حاجة إلا في المشاعر. ودلوقتي الباب الوحيد اللي ممكن أرجع منه للدنيا بقى مرهون باتنين مشاعرهم هي اللي بتحركه. أنا ممكن أطمن لمنى في الآخر هتحكم عقلها على الأقل علشان خاطر ابننا. الأهم من رضوى منكرش، بس كان لازم أحسسها بثقتي فيها وإلا ما كانتش هتقدر تكمل. عارف ان انا مقصر معاك، بس معلش ما انت عارف الظروف اللي انا فيها. عمر وحشتك مش كده؟ لا بس اصل وجودك بقى خطر على اي حد بتقرب منه. تحب امشي يا استاذ؟ لا بالعكس، انا مستنيك. انا حتى لسه بعت لك السلام. هي ما وصلكش ولا ايه؟ عكس ده وصل ووصل، وعلشان كده انا عندك اهو. لحقت قلبها عليك قوي رضوى دي على فكره. تصدق انها لسه بتحبك؟ رغم كل اللي انت عملته فيها انها برضه لسه بتحبك. جوزت واحده غيرها وخلفت منها وفضلت تحبك، ورغم انك انت طلقت وهي اتطلقت ما فكرتش حتى انك انت ترجع لها. هزقتها وبعترت كرامتها قدام الموظفين بتوعها وفضلت برضه بتحبك. صدق اللي قال الحب بهدله. ده يا استاذ انت شاغل نفسك ليه بمين بيحب مين؟ وانت كنت عايزها تحبك انت كمان ولا ايه؟
حب ايه؟ الحب ده كلمة عبيطة ومشاعر آية في ان انا اشغل دماغي بيها، وانت عارفني كويس. ما افتكرش انك انت تكون جاي عشان نتكلم في الموضوع ده، الا اذا كنت عايزني اكلمها لك. انا عايز معلومة. تمنها كام؟ معلومة قصاد معلومة. هرد لك على اللي انت بتسأل عليه. عايز تعرف ايه؟ شكري فين؟ شكري؟ جرايه يا استاذ، كنت فاكر ان انا مش هعرف ولا ايه؟ طب لما انت شاطر قوي كده ما وصلتش لعنوان وليه من غير ما تجيلي؟ وانا هنا بعمل ايه؟ بس انت فهمتني انك انت عايز معلومه قصاد معلومه مش اكتر. وايه اللي اتغير؟ المعلومه اللي انت طالبها يا عمر دي تمنها رقبتي، وانا رقبتي مش للبيع للاسف. كان لازم تفكر 100 مره قبل ما تطلب مني طلب زي ده. مش كلنا غاويين مغامرات زيك يا بطل. إلا إذا كنت فاكر إن أنا ممكن أضحي برقبتي أو بالكرسي بتاعي عشان أعرف بس هما بيعملوا فيك كده ليه؟ وإذا قلت لك إن أنا عندي اللي ينقذ رقبتك ويضمن لك كرسيك للأبد. المعلومات اللي عندك غالية أوي للدرجة دي؟ تفتكر يعني بيعملوا فيا كل ده في الآخر عندي حاجة هايفة؟ وافق. عايز أعرف فين شكرا؟ عنوانه فين؟ أجيبه إزاي؟ في أنهي حتة؟ واحدة واحدة مش كده؟ هتلعبني ولا ايه؟ لا هلعبك ولا ليلة يا سيدي، بس اديني فرصة اعرف لك العنوان بالظبط. استاذ انا مش همشي من هنا غير لما اخد اللي انا عاوزه، مفهوم؟